أنا سما، عندي 31 سنة، اتولدت في عيلة مرتاحة جدا ماديا الحمد لله، عشان كده كان عندي كل حاجة من وأنا صغيرة، ودخلت أحسن مدرسة وتخرجت من جامعة كويسة جدا. من وأنا عندي 4 سنين وأنا عارفة أني مسلمة، بس عمري ما فهمت معنى كلمة. مدرستي ما كانوش بيهتموا قوي بالدين، يعني دوبك هما كلمتين الوزارة وخلاص كده. بابايا ومامتي كانوا بيخافوا يودوني دروس دين عشان يعني كانوا بيسمعوا كلام قلقهم شوية، بس بصراحة مامتي كانت بتعمل اللي عليها، علمتني الصلاة وعلمتني أقرأ قرآن على قد ما قدرت يعني، وفهمتني دولت أهم حاجة في الحياة. كانت دايما بتفكرني إن في آخرة وفي نار، وإن ربنا هيحاسبنا على كل حاجة مهما كانت صغيرة. من ساعتها وأنا بترعب من النار، وقررت إن أنا هعمل أي حاجة عشان مدخلش النار. ابتديت أصلي بانتظام وأصوم من وأنا صغيرة، مع إني كنت بتعب قوي في الصيام. اتحجبت وأنا عندي 16 سنة، بس برضه كان عندي مشكلة مش لاقية لها حل. عمري ما حسيت بطعم اللي أنا بعمله، عمري ما فهمت ولا فهمت أنا بعمله ليه. كنت بس بصلي وأصوم عشان ما أدخلش النار وخلاص، بس عمري ما فكرت هو ربنا عايزنا نعمل كده ليه. حاولت كتير أدور على الإنترنت وأقرأ، بس كل ما أقرأ حاجة أو أشوفها ألاقي كلام بيخوفني أكتر من عذاب ربنا. رحت العمرة، قلت هلاقي حل. كنت بشوف الناس حواليا، اللي فرحان واللي بيعيط، كنت مستغرباهم، بس كنت مستغربة نفسي أكتر. عايزة أحس الإحساس بتاعهم، عايزة أبقى زيهم، بس مش عارفة إزاي. لحد ما قابلت لمية صاحبتي من الجامعة، نصحتني بأن أنا لازم أبعد عن كل الحاجات الدنيوية لأن هي دي اللي معطلاني. قالت لي أن أنا لازم أنعزل وأتفرغ للعبادة. طبعا من كتر ما أنا يأسة وتايهة فعلا عزلت عن الناس، بطلت أخرج، بطلت أشتري لبس، بطلت حتى فرجة على التلفزيون، حتى كلامي بقى قليل قوي. انعزلت عن كل حاجة، بس برضو مفيش فايدة. أنا كنت عايزة ربنا يرضى عني وما يدخلنيش النار، لأني بجد بخاف منها قوي. يئست لحد ما وصلت لمرحلة إني لا بحس بحب ربنا ولا بحس بحرية في الدنيا، وقررت أروح الناحية التانية يمكن أرتاح. قلعت الحجاب ومبقتش منتظمة في العبادات زي قبل كده، حتى الورد اللي كنت بقراه كل يوم بطلته. طبعا مبقتش مرتاحة، بس بقيت تعبانة نوع جديد من التعب. كل مفاهيمي اتلخبطت، ما بقاش في بالي غير ان انا ادعي ربنا يقويني ويساعدني ان انا افهمه صح واحبه واعرفه، مش اخاف منه وبس. بس للاسف اللحظه دي لسه ما جاتش، نفسي اعرفه صح. لما سالنا المتخصصين من العارفين بالله عن مشكله الامه الاسلاميه في غياب معنى معرفه الله، قالوا لنا إن إحنا بقالنا فترة في مشكلة تربوية دينية في توصيل هذا المعنى للشباب الصغير في الأجيال السابقة، فطلعت جزء من الأجيال مش الكل، في عارفين وصالحين كتير في وسطنا عارفين المعنى ده، لكن في أجيال طلعت المعنى ده مش منضبط عندهم، بسبب إن إحنا من صغرنا اتربينا على فكرة اعمل عشان تخش الجنة وما تعملش عشان ما تخشش النار. ودي حاجة صح، لكن مش ده الصح الكامل. الصح الكامل إن في إله أمر بكده ويستحق أني أسمع كلامه وارضيه الأول، ونعظم الجنة ونخاف من النار، لأن ربنا عظم الجنة وخوف من النار، لكن الأول أنا بعمل لله صاحب الفضل اللي يستحق، قبل ما يكون هدفي فقط الجنة أو هدفي فقط النجاة من النار. أصل الدين معرفة الله. أنت حينما تعرف الآمر ثم تعرف الأمر تتفانى في طاعة الآمر، أما حينما تعرف الأمر ولا تعرف الآمر تتفنن في التفلت من الأمر. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن أفضليته عننا قال كما في البخاري عليه الصلاة والسلام، قال أنا أعلمكم بالله. سيدنا النبي في البخاري ما قالش أنا أعبدكم لله. واللي يقرأ في سيرة النبي ويقرأ في سير الصالحين والصحابة يعرف أن في ناس عبدت ربنا بأرقام أكتر من رسول الله،
لكن القضية في جودة قلب من يعبد، عشان ده يثمر بعد كده في حياته ومعاني مع الله. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن قال: أنا خلقت كل حاجة عشان تعرفوني مش عشان تعبدوني. العبادة وهي فرائض لازم نعملها، لكنها نتيجة مش غاية. الغاية هي معرفة ربنا وحب ربنا. قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، الوحي، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إخواننا الكرام، بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب لها 4 سنوات ضوئية. حتى أخواننا الكرام يأخذون فكرة عن 4 سنوات ضوئية، الضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر. بالثانية الواحدة 300,000 كيلومتر، بالدقيقة ضرب 60، بالساعة ضرب 60، باليوم ضرب 24، بالسنة ضرب 365، ب4 سنوات ضرب 4. ابنك الصغير بالصف التاسع على آلة حاسبة يمكن أن يقدم لك الرقم الذي يفصلنا عن هذا النجم الملتهب. بيضرب 300,000 ب60 ب60 ب24 ب365 ب4 بيطلع رقم. تصور لو في طريق معبد لهذا النجم ومعك سيارة، السرعة 100، قسم المسافة على 100، كم ساعة بدك؟ قسم المسافة على 24 كم يوم؟ قسمها على 365 كم سنة؟ من أجل أن تصل إلى أقرب نجم ملتهب على المجموعة الشمسية تحتاج إلى 50 مليون عام. معنى 4 سنوات ضوئية يعني 50 مليون عام قيادة مركبة. كل أعمارنا 60-70. هاي أقرب نجم ملتهب. متى نصل إلى نجم القطب؟ 4,000 سنة ضوئية. القطب 4,000. متى نصل إلى مجرة اسمها المرأة المسلسلة؟ 1,000,000 سنة ضوئية. متى نصل إلى نجم مكتشف حديثاً بعده عنا 24 مليار سنة ضوئية؟ 24 مليار سنة. الأربع سنوات ضوئية تحتاج إلى 50 مليون عام. فالأربع 24 مليار سنة. الآن اقرأ قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. لذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيها الإخوة الكرام، التفكر في خلق السماوات والأرض يضعك وجهاً لوجه أمام عظمة الله. التفكر في خلق السماوات والأرض أقصر طريق إلى الله، أوسع باب ندخل منه على الله. لذلك العبادة طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية.